قلبي يقول لي وقت اشتفيق رنا غلطي فطيق. كشفت الفنانة سهيلة بلشهب في تسجيل صوتي لها عن فرحتها الكبيرة بالتعاون مع شركة كبيرة ومهمة مثل ستايل لايف ستوديوز، وقالت ساهو أنه شرفها يكون هناك تعاون ثاني وثالث معهم في المستقبل. أني نرجع نتعامل معهم مش معاملة ثانية وثالثة، يعني ممكن إن شاء الله إن شاء الله إذا هم أيضا شافوا أنه عندهم رغبة في هذا الشيء إن شاء الله على طول، يعني وعلاش لا، حتى أنهم يخلوني نختار على راحتي الأغاني اللي تطلع على صوتي. خاصة وأن القائمين على الشركة عملوا لها استقبال في المستوى وخلوها تختار وش حبت، ناس محترفة جدا هكذا قالت عليهم سهيلة. سهيلة وإلى جانب تصوير أغنيتها الخليجية تحت إدارة المخرج عادل سرحان، صورت أيضا مجموعة من اللقاءات مع برنامج إيتي بالعربي وذي إنسايدر، وظهرت في اللقاءات باللوكات اللي راح تطل بيهم خلال أغنيتها. هذا وتداول الجمهور السهلاوي كواليس الفيديو كليب وكل الصور اللي نشرها فريق العمل مع بنت العرب من خلال السوشيال ميديا، معبرين عن حماسهم وشغفهم بسماع الأغنية الجديدة اللي راح تطرح قريباً.